يعني شنو بتشتغل؟ يعني ما تقتل مثلا تتعارك بين البكتيريا وبنفس الوقت تدميه ما كل شيء. شو وقت ما تقضي على البكتيريا كمل المعركة مع البكتيريا يلا ذاك الوقت، لأنه هي أصلا السيلز مال الميونتي هي عبارة عن طابوق بالأصل رو ماتيريال ما في أي شيء. أول شيء هذا الطابوق شو تحوله؟ تحوله إلى جنود أو تتعارك، بعدين من هذا الجسم تحول الطابوق نفسه إلى عمالة عمود الدم. الميونتي ما تحول الطابوق الرو ماتيريال يعني المواد الأساسية إلى محاربين وعمالة بنفس الوقت، ما تعرف تشتغل في الاميونتي. طبعا هذا احكي على جسمنا كليته في اي مرض كان، في اي مرض كان تشتغل على الاساس يعني خطوه بعد خطوه. فبالبريابيكال ليجن اول شيء لازم الاميونتي تقضي على البكتيريا. كل ما طالت هذه المعركه كل ما البناء تأخر، هذا شيء يسوي له البايوسين يقصر المعركة. شلون يقصرها؟ بأنه هو قاعدة فيقتل البكتيريا أسرع، فالعملية مال الهيلينج تصير أقل. وياه لهذا أنه نستخدم هاي النقطة يعني شوية يونيتي. اوكي عندنا اخر محاضره اللي هي الامرجنسي تريتمنت. يعني انا ليش خليت هاي المحاضره ك يعني خالف بالمشاركه الدوره طويله ومشاركه الدوره قصيره همين اخذ هاي المحاضره ليش؟ السبب انه احنا معظم البيشنت اللي يجينا للعياده there is a complaint there is a pain. معظم 90% من الكيسات تجي للعيادة وخاصة عند العراق شو وقت المريض يروح الطبيب؟ نص المعيادة من اللي وصل إلى مرحلة الوجه. فالكومبلين اللي عندنا 90% من عندهم يجون بين للعيادة زين. ليش من حيجيك للعيادة ليش اسمه emergency؟ لأنه هذا ما داخل ضمن الجدول مال التريتمنت مالته. احنا دنتس نختلف عن الاطباء. الاطباء اوت بيشنت مهما كان يستلمه. ليش؟ لانه حيطول وياه من 5 إلى 10 دقائق. طيب مش قد ما مكتوب بيشنت از نوت ا مارك. طبيب الاسنان لازم عنده شنو؟ مواعيد. بدون مواعيد ما يقدر يشتغل، لانه كل بيشنت اتليست نصف ساعه، أقل شيء نصف ساعة. فهذا ضمن جدول اللي يجي أوت بيشنت حيصير إمرجنسي. فالتريتمنت للإمرجنسي تختلف عن اللي يسموه كولد كيس اللي هي الموعد. الموعد أنا أعرف هو البيشنت إيش عنده وإيش قد مطي وقت. أو الإمرجنسي I don't know. الإمرجنسي just relieve the pain. Just what? Relieve the pain. ما عندي بقى انه اسوي له تريتمنت كامل، لا ريليف ذا بين بعدين يدخل ضمن الجدول مال المواعيد. فلهذا شو يسمى؟ يسمى امرجنسي. ولازم كل كيس اعرف شنو اسوي لها بالامرجنسي حسب الكيس فلهذا احنا حناخذ الكيسات من اكيوت بالبايتس صعودا فأول كيس اللي تجينا تو ماتش للعيادة اللي هي شنية؟ acute bronchitis. What is the characteristic feature of acute bronchitis actually؟ يعني نجيب patients انت شخص ده acute bronchitis على اي اساس؟ شنو هو البيشنت عنده مثلا؟ ما ينام الليل. ما ينام الليل يعني معناته البين صار له اقل من 24 ساعة. مظبوط. Right. بعد هذا البين شو شكله؟ شارب بين. كلش وجع. Spontaneous. وما
مستمر يعني ما في شيء بروفوكينج يعني مو يشرب مي يهيج لا هو مستمر بعد يعني ممكن ممكن لا اهم نقطة شلو من يجيك البيشنت قلت لك ما دايجنوسيس اهم نقطة شلو بالأكيوت بروبايتس he can't localize the pain ما يعرف ياسر وان المصارح فيها يقول لك الصفحة ما تقدر تموتني دكتور هاي صفحة قدر تموتني مرات أحس بذلك الوجع مرات أحس فوق مرات أحس جنبه مرات أحس لي قدام هاي صفحة كلها تموتني ليش؟ لأنه إذا تتذكرون ايش قلنا الدنتال نيرف نان لوكالايزد نيرف اندينج بس يطلع اوتسايد ذا توث شو يصير؟ يصير localized يعني يقدر يحدده داخل إذا أي infection or inflammation inside the tooth patient can't localize it يصير صفحة كلها توجه بس يعبر التوث يطلع للبرانكيال area لأنه النيرف أندك تختلف وياه لما يجيك patient ما يقدر يحدد التوث معناتها this is dental pain من يجيب البيج يقول لك هذا اللي يوجعني this is periapical pain زين التوث بيتندرنس لو ما بيتندرنس يعني من تجي تدق على التوث يوجع لو ما يوجع ابدا ما يوجع ليش لانه التندرنس على البيرابيكال البيرابيكال اريا هو ما واصل البيرابيكال اريا هو انسايد التوث فالدقدق على التيث ما يحس بينها زين هذا هيش بيشين شنو اللي اسوي له التريتمنت معناته هو وين اكو الانفلاميشن صار عنده الانفكشن انسايد ذا بلب يعني البلب تشامبر هو اللي صار بيه الخلل هو صار بيه الانفكشن فاسوي له بلبتومي وات از ذا مينينج اوف بلبتومي بلبتومي يعني اسوي له اكسس اوبننج اشيل فقط البلب تشامبر أشيل فقط البلب تشامبر لأنه وين موجود الإنفلاميشن والإنفكشن؟ موجود في البلب تشامبر موجود وين؟ في البلب تشامبر زين حد يقول لي زين أنا ليش ما أشتغل لك؟ وقلنا إحنا ما عندنا يعني هذا إمرجنسي أنت ما عندك وقت يعني أنت فقط تريد تريح البيشنت من سويت له البلبتومي هو حيرتاح ذاك اليوم وحيروح البيت وما عنده مشكلة وراء حتى شفتش حتى تطيح حتى تطيح مواعيد يدخل ضمن الجدول مالته بس أهم شيء مو تعوفه بأنه تطيب أنالجيسك بكل أول لازم تشتغل هذه العملية مال البلبتومي بالنسبة للأكيوت بلبايز is very effective ما تطول من عندك about 10 minutes زين الأنستيزيا وهي هيش بيشنت تمشي الأنستيزيا وهي هيش بيشنت It's very effective. ليش very effective؟ لأنه inside the tooth أنت من الرئيسي تطيح الأنستيزيا بعد ماكو innervation يروح للمكان التوث. فلهذا it's very effective من كابولة واحدة لو عند الوجع تعمل طبعا البلبتومي من حشيل أنت كل البلبتومي حتحط له form of result اللي شرحناه تذكروه. Endosymptom. نحن شو نحط الفارماكريزول قطناية صغيرونة ساتوريتد مو شممها لا ساتوريتد يعني يصير وات بالبلب بالفارماكريزول فورمالي وتحطها انسايد ذا بلب ليش ساتوريتد؟ مو نحن ما عاد تشتغل على الفيبر نحن عاد تشتغل على الكونتاكت شو تسوي؟ عمود كانه تحرك النيرف عندك وتوقف البليدنج اللي موجود بالبلب تشامبر تحط هالقطنايه وتحط فوقها تي اف بوست بوند ذا بيشنت الى الزياره القادمه زين هذا البيشنت نفسه ابو الاكيوت بلبايتس ما راح طبيب اسنان ما اعرف شنو بقى ياخذ شو اسمه لحد ما وصل الى مرحله الاكيوت بلبايتس وذ ابيكال بيريودونتايتس يعني هنا شنو البكتيريا خلصت التوث كليته وصلت الى
البري ابيكال ال. هاي الكيس هيج كيسات من العن الكيسات اللي توصلنا بالقرب الاسنان. ليش العن الكيسات؟ لانه البيشنت ايش فيه؟ شايف روحه سيفير بين. سيفير بين كلش عنده بين قوي، وبنفس الوقت هي لوكاليزد، يقول لك هذا التوت وهذا التوت. شنو بعد بي؟ لانه مو بس هذا التوت، لانه يعني جاي ويا بطل مي بارد او ثلجاي حط على التوت، يشرب المي بارد وحط على التوت. زين شنو الكاركترستيك مال هذا الفيتشر مال هذا الاكيوت بالبايتس وذ بريابيكال؟ قلنا البيشن شو يسوي؟ لوكالايز. لوكالايز البين عنده سيفير، كلش سيفير. بعد شو يقول لك البيشن؟ يحس التوت ايش فيه؟ عالي. يقول لك من اطبق هو من هو ما يصير على مستحيل يصير على، لكن اي طخه للتوت يؤذي هو حيفوز. فايش يحسه؟ يحس كل مدى يطبق على مدى يطبق على التوت كاحساس، بسبب ان التوت بس ينطخ بس يصير بين عالي. فهي واحدة من النقاط اللي شو اسمه اللي زين. الانستيزيا وهي ايش بيشي تمشي؟ هي المشكلة. الانستيزيا وخاصة ياتي المولرز. المولرز. وش مولرز؟ 6 و 7. اي ما تزل الماندبل. بالماندبل ما تمشي نهائيا. يعني انت مطي بلوك. وهاي النمره يقول لك ايه تسني طخار عيط يكون شيء اساسا بس يكون شيء هنا مشكله. ايش قد ما تطيش ثاني؟ حتى رجلك تقدر تيجي تريد تشتغل ماشي بسبب بانه شوف شنو اللي دا يصير بيتش كيسات. أكو infection inside the pulp. من وراء الانفكشن شو يصير؟ يصير inflammation. inflammation واحدة من خواص الانفلاميشن بأنه البلد يجي كلش هواية للتوث. فدخول البلد للتوث أكثر بهواية من خروجه. يعني هي بالحالة العادية تدخل 50 تخرج 50. فالمية متوزعة بين الدخول والخروج. أوكي؟ هنا حتدخل 80 يطلع 20. لانه انفلاميشن اكو دخول هذا البلاد انسايد ذا بلب تشامبر ايش حيسوي؟ كانه نفاخه نفختها كلش كبيره. زين النفاخه لما تنفخها شو يصير بيها؟ تكبر يعني توسع الهواء. هنا البلاد من ديجي بيش ينحصر؟ بالبلب. ينحصر بالبلب تشامبر بالدنتين الداخلي مال التوث. ما يتوسع التوث وانت جاي تضغط به، وين حيصير الضغط مال البلاد؟ على النيرف اندينج. فالبين حيصير كلش هواي عند البيشنت. فايش قد ما تعطي انستيزيا بس تطخ التوث، ما هو النيرف اندينج اصلا ابوابه مصمود، وانت جاي تريد تشتغل به بالترفايف. ما يقدر. زين ايش حتسوي؟ سوي اكسس مفتاح؟ ها؟ شديد الطعيم البريادات اللي قبل توصل للسيجن كلها
مشاكل نادرا ما يستخدمون هاي النقطة. أوكي، لكن شو سوي الآن المهم أهم من هاي النقطة؟ ما قبل الفتحة. لما فتحناها سهل. ليش تهدى؟ ليش تفتحين الكلام؟ ما هو كل ما تشتغل كل ما شيء ليش؟ لو تحمل. شو تسوي؟ نقول له تحمل؟ طحت يا رجال بس تحمل. شو تسوي له؟ يعني ما أصافتكم إن شاء الله شو تسوي؟ خبر نقول له يقوم. لا. شو جاي لك؟ أصافنا. نقول أصافنا علينا؟ يعني تسحري بعيونك مثلا فهو يرأس عن جسمه يعني أفضل. أقشمر أبني شو أقشمر؟ أقشمر بلا حاجة يعني أخلي الضهر مو صار على جسمنا مستركشن زين شلون؟ سؤال شلون سؤال؟ لأنه يعني أروح أدخل في الموضوع ما له علاقة بالموضوع اللي مارسنا على مستقبل بيتكم وين ما أعرف شو أظل أحكي وياه نحكي for what just exposure للطلق شمبر بس تدخلين للطلق شمبر راح تبشر لا يصير يساعد الريليف immediately للفيزي immediately ليش immediately لأنه قلنا عليه هذا البرشر مع البلد طلع طبعا يطلع حيطلع البلد عندك كل شو واحد يعني طلق شمبر يوزي هذا البرشر من يروح واحد يعني 80% من البي يروح اوكي فهي جاست بنتريشن كيف بالعربي يقول تنفسي للدوز فيتنفس هو يطلع للضغط كله من صارت عندك هاي الجسمه طبعا هو البيشنت عم نوصل لهي النقطه وصل مرحله يعني مين يفشر عليك بس يعني مستحي لأنه راح الوجع لأنه الوجع اللي عنده اللي يصير لحد ما يصير هذا البنتريشن ما تتخيلوا شيء وجع مشكور لكن بس يصير رأسني يرتاح ورا ما يرتاح ذاك الوقت نفس اللي السرنجة مالتنا نعوجها بزاوية 45 نحاول نطي وين انسايد ذات وقت زين
الناس. هاي الفكرة مال حكوا لي زي ليش ما خبر نستخدم السلاح؟ يرحم. وبيد الأكبر. أول شيء ما تفوت، ثانيا الدفع مالته يكون أقل هواية من النيد المال. قلنا هذا حفطية ايش حيجي البيشنت حيجي ويا ليش يستخدم ثلج او مي بارد؟ انا مودي مصغر ال بس لانه عمود يقلل فشار على الجسم، لكن هذا الشعور ثواني ويختفي بسرعه. قلنا لسه المي ايش يصير حراره الجسم اللي هو 37 وتطلع عند الوجه، لكن هو خطيه شعر بالاشياء 15 لترات لحد ما واصل كسع باكر. قلنا بأنه الأنسيزيا اللي من الطيار كلش الدوز مالتها عالي على مود نحاول نوصل إلى الفرج عبارة، لكن هو جديد حس يحس مثل هذا الإحساس كأنه سجاشي موجودة وين بالتوث مالتها، وهذا شيء كلش يعني خطير من مو طبيعي. ورا ما فتنا داخل هسه نفوت، قلنا بس نفوت إنسان التوث إننا على البيشن لازم أسوي البلبكتومي مو بلبكتومي. شو الاختلاف البلبكتومي عن البلبكتومي؟ البلبكتومي يشتغل بالطب شمبر اللي هو بالكرام، البلبكتومي كل التوت من ضمنها الروتس. يعني شنو الكونتنت مع الكرام ومع الروتس لازم كلها طبعها، فهذا شو يحتاج؟ حيحتاج وقت أطول، حيحتاج وقت أطول، لكن مو ضعوفة للبيشنت تشتغل بس بالبلد شمبر هيج بيشنت، لأنه هذا خطية بس الأنستيزيا تفك حيرجع نفس الوجع عندك إذا ما شفت الكونتنت مال الروتس. لأنه هو انفكتد. You must remove the content of the roots. هيج بيشنت. يعني لازم تقطع كل النيرف اللي موجود. أوكي؟ فهذا شو تسوي له؟ تسوي له بلبكتر. البلب نكروسيس is something different. بلب نكروسيس عبر هاي المرحلة is not an emergency لأنه ما يصير عند البيشنت وجع قوي. شو وقت تكتشف انت البلب نكروسيس؟ انت جاي تاخذ اكس راي another tooth تلقي هذا التوث نم ضايفة شوية بادي حتى حتقول للبيشنت انه عندك هذا التوث لازم تسوي عنه شوية جدا، لكن هذا التوث ايش حيصير؟ كانه قنبله موقوته ما تعرف شو بتنفجر، يعني ما تعرف شو وقت بانه يصير هذا التوث اكيوت بلب من كرونيك الى اكيوت بلبايتس او اكيوت بريمتر ليش. فخلي بالك بانه هيش كيسات يو ماست وارد ذا بيشنت، يعني تحذر البيشنت لانه هيش كيس موجوده عندنا. آخر إمرجنسي موجودة عندنا اللي هي الأكيوت بريأبيكال أبسس. هنا الكاركترستيك فيتشر مال البيشنت شنو؟ تصفر جدا تصفر مرة وهذا البيشنت يجي كلش هواية منه مرة. هسه المودة اللي موجودة عند الأطباء الإسلاميين يجي لواحد مرة بس شنو؟ very wrong لأنه إذا نطلع القص اللي موجود الانتباهي ما يشتغل. ثاني شيء البيش ما حيرجع على الانتباهي، كأنه أنت سويت يعني إذا اشتغل الانتباهي كأنه بس حصرت البكتيريا في مكان واحد، لكن هاي البكتيريا اللي حصلتها في مكان واحد شنو؟ تصير بروليفريشن ما تدريش عليها. فيجب ان نطلع البص اللي موجود البكتيريا الموجوده، يعني من واحد يصير عنده حبايه او جرح اذا ما يطلع البص حيتاخر الهيلينج الى اسابيع. شو وقت ما طلع البص الهيلينج 3 دايز. نفس الفكره خليها ويا الاسنان. إذا ما طلع البص كأنه ما سوى شيء زين. حيفتح البيشنت حلقه ايش حتلقى؟ حتلقى سوالين يعني اما فيستولا موجوده، يعني طبعا
هذا يطلع الباص اللي برا او مسدود او الفسشه بعد ما كامله صاير عنده شنو بالجينج يعني طريق يطلع الباص اللي برا تاخذ له اكس ريش حتى لقيت واحد من التيز اكتوبريكال ليجن موجود للجو نال البيشنت شنو الكاركترستيك فيتشر مالته غير السكورينج ما يعرف يرسم؟ لا بالعكس شو ما يعرف لأن بالأبكار حيحدد لك التوت زين شغل الشيء الثاني شنو؟ There is a pain مثل acute bronchitis؟ No يكون عندنا dull pain ليش dull pain؟ لأنه ماكو nerve pain البون فالبين الوحيد اللي عنده مال البريشر بالبريكال اريا مال الباص وهذا يكون بالترابيكولي بالبون مفتوحه مو مثل التوث مغلقه فيكون البين اخف خوش زين التابينج بركشن حياتي يس بس خليته ينوز لانه احنا عندنا مشكله بريكال تشينجز حيصير عندك مكانين للباص المكان الاول اللي هو وين بالبون وما دام عنده سوالك اذا عابر الباص من البون وين طالع السوفت تشو فالسوفت تشو مرمى فعندك مكانين للباص السوفت تشو وبالتروح فلازم تطلع من المكان وهذا بيختلف عن هذا هذا شكل وهذا شكل زين البيشنت لازم يسوي له انسجن على مود تطلع الباس هذا وين يشتغل؟ على الاوتسايد هذا سوفت تشو زين شو وقت تسوي له انسجن؟ مباشرة كل واحد مرمى تجي تسوي له انسجن لو كاركترستيك فيتشر يعني اكثر شيء تفحصه يلا لا تروح تسوي انسجن شنو هي هاي النقطة؟ انه هاي تشيك بانه بيصير السوالينج كالمعجزة وياي فلكتشوانت بالانجليزي بالعربي عجاز يعني انت تجعصها كان مثل العجاز وانت تجعص اذا لقيتها مثل الخوخه هارد لا تفتحها انت ما غير شيء لانه تفتح ما يجمع لك خلاص شوف ما لقيتها عجازه خوخه قويه اوف صرت شو العجازه لين إذا لقيتها لينة معناتها حيطلع لك باص خوش؟ هاي من ناحية شنو؟ الانسجن احنا قلنا الانسجن عم نطلع من السوفت تشو افتحها عم يطلع الباص زين البون اللي شو اطلع من عند الباص through the tooth تفتح access opening through the tooth يعني افتح الاكسس اوبنينج افوت انسايد ذا توث لكن افوت قبل هاي النقطه اكو مشكله في الانستيزيا بيش بيش الانستيزيا تمشي طبعا تمشي بديش تمشي عادي لكن مشكلتي وين بالابر السوالينج بصف مكان الانستيزيا ما حتشتغل الانستيزيا ليش ما تشتغل؟ الكلاين ميديا قصدي حامض الباص حامض قلنا بكتيريا اذا حامض الانستيزيا شنو قاعده؟ تعادل انت تتصل قاعده وين حامض؟ مي وملح وبعد ما يشتغل شو يسوي اذا ما تشتغل الانستيزيا؟ يتحمل والله هو على راسه على وش اسمه يخبط مو ارامد بانه اضربه بلوك بس بالمنزله هتقول لي شنو بلوك بالمنزله؟ أقول لك إيه ما هي أكو بلوك بالمنزل يعني كل نيرف لحد ما يوصل للتوث ما هذا أكو سورس ما تمين هتقول لي زين شلون أنا بقول لك روح أقرأ فبلاش أشرح لك كل شيء أكو بلوك فما أضرب في مكان السوالك أبدا لأنه ما حتشتغل ثانيا مو بس ما تشتغل بل لما تسوي الحالة أسوأ أنت من تضرب هذا التومل المفقود هتسوي سبريد للانفكشن يعني بيش راسا انت تضرب لي اياه تلقى يصير حمار عندنا هذا من يجي حمار؟ لانه انت وزعت الباص
الكمبيوتر كل السوفت وير. زين دكتور انا مو اسوي انسجن بالبدايه واطلع الباس زين بدون انستيزيا يا هذا من قاسي عادي. هي تشيكه هي تشيكه هاي انت تشيكه يعني شو حق البيشنت بس المكان شو اسمه اي وحشوك ولا مش اي يعني هذا بيدر ولا ما بيدش assistant equation. ما عندك assistant. آه نجيب assistant مو المشكلة. الابيكال فورامين سايز مالتها 10 سم
فايل رقم 10 فايل رقم 10 هذا السايز رقم 10 is very tiny كل شيء صغير شلون حيطلعني البلاستيك كماده مو مثل المي يعني يصير كريمي بدها تكون صغيره السايز 10 لان كالفرامل القص ما يطلع من عندها ما يفل بسبب الطحون مالته تخين شو اسوي اني اكبر الابيكال فورامن سايز دو 25 دو 30 حتقول لي شلون اكبرها؟ لانه ادفع المره الوحيده اللي انا اصلا ادفع الفاير اكثر من طول السن اكثر من طول السن في هذه الحاله فقط في هذه الحاله فقط اما شو اكبر؟ اكبر الابيكال فورامن حيجي واحد يقول لي زين هو انت تكبر وكبر فوق ال 40 50 او تتوسط بعد راحتك هو الفكره صح لكن انا ايش سويت اني ايش دمرت؟ دمرت الابيكال فورامن شلون ارجعها بعد؟ بعد ما ترجع ويا ريت فقياس 25 30 بيرفكت فور ذيس كيس أكو بعض الأطباء ولحد الآن شو يسوي؟ leave it open يعرف السن مفتوح هاي تبع عليه never ever leave a tooth open رجع never ever leave a tooth open إذا عفت التوث مفتوح هذا التوث مصيره يكسر تقول لي أنا أقول لك 100% مصيره يكسر إذا ما سويت له إكسر immediately ولا ستشعر فنفر أبر ليف التوث أوبن why بسبب بسيط الأورال كافيتي The most dirtier part in our body is the oral cavity. أوسخ جسم، أوسخ قطعة موجودة بجسمنا هي the oral cavity. Why؟ بسبب تنوع البكتيريا أنواعها كل شوية. كم أكثر من 20 نوع. ومن كل نوع أعداد. ومن كل نوع عشرات الملايين. ومن كل نوع عشرات الملايين. أوين موجودة؟ الأورال كافيتي. الأورال كافيتي. حتقولي زين ليش ما نتمرض؟ من رب العالمين هو خلق لنا الاميونيتي بالأورال كافيتي كلش عالية بسبب السلايفا. هذا اللي زعلني. كلش عالية. أوكي؟ زين. هاي البكتيريا اللي هي متوازنة بالأورال كافيتي. وقت ما واحد يطلع راسه تجي كبيوتي تكفه يرجع المكان وياي زين شو وقت ما عفت التوث اوبنت مين حتدخل البكتيريا من الاورال كافيتي وين تدخل انسايد ذا توث الاتموسفير تبدل صارت خشنة اكو سلايفا انسايد ذا توث اكو اميونيتي انسايد ذا توث ليش ما اكو لانه ديث تشو السن ديد تشو ليش ديد تشو ما هو ميت لانه خلصان صار بالابيكال صحيح ويا البص اللي موجود اصلا اللي دا يطلع من التوث هذا النورشمنت يعني شنو اكل لمن للبكتيريا البكتيريا مين جتي مهاجره من الاوركافيتي وين هاجرت انسايد ذا توث لقيت هناك اسواني مال برياني واسواني مال دجاج وين موجوده انسايد ذا توث شو يصير بها عرس يكاثرون القوم وياي هنا من صارت هاي البكتيريا في هذه الكثرة مو بس كثرة وانما صارت شنو البكتيريا very strong ليه strong لانه اللي كفخش بي غير موجود اللي هي من الكتان كفخة سلايفا الاميونيتي فش تصير بدل ما كانت ضعيفة شا تصير very strong كلش قوية انت بيجي حالة من صارت هاي البكتيريا انسايد التوث وتعرفه مفتوح خلص بانه صار عندك سيبيج مال باص طلع
تجي الستة سويت الريجيشن طبعا البكتيريا ما تطلع بعد الريجيشن ما تموت حطيت له قطناية وسديتها رأسا خلال 24 ساعة يجيك البيش يشبين صوت واي صوت لأن البكتيريا شبيها بورم وقلنا كلش قوية رأسا شو تسوي تروح للبرابيكال اري كاثر تسوي صوت ايش حتسوي وراها ترجع تفتح التوث البكتيريا وش اسمه عقله مفتوح عاملين 24 ساعة وهكذا كل هاي العملية ايش تسوي انت تسوي الليجن بالبرابيكال اري شنو؟ يوصل مرحلة بعد نهائية شو نسوي؟ هاي كل ليش انت تريد تطلع القص من البرابيكال اري لبرا خوفك يعني هي ونسي على الاولى من تسوي هاي العملية اللي تفتح فيها الابرس تنتظر عليه التوث شوية يعني مدى شوف اوزن اوف بس خلي اوزن حط بيبر بوينت تسحب البيبر بوينت تسحب البيبر حتى لو بظرف العشر دقائق هتقول لي 10 دقائق وموقف الباص اقول لك كل زين حط لك قطنايه قول انتظر بالاطلاع لمده نصف ساعه خلال هاي نصف ساعه كل البوزيتيف بريشر حيطلع الباص فروم ذا توث وين حيروح للبلشبه حتلقى القطنايه مدروسه بايش بالباص ورا نصف ساعه يكون يجي سوي الريجيشن نشف بوقف الباص هنا نسوي كل كمية البص اللي موجودة في البرابيكال اري طلعتها وبنفس الوقت سديت التوت ما تخلي البكتيريا بس قطناية قلم قطناية طبعا تقريت خلص بس قطناية بنص العلاج الى موقف من وراء القطر يبني اي بس قطناية ايه هو القصد بس قطناية لكن نخلص ايه طبعا انت يروح البيت ولازم حافظ فيها اوكي شوفوا هاي تشوفون كميه هاي طبعا هاي تمن ودجاج وما اعرف شو هاي من جاي بيشنتس اوبن اطبل تون اوبن كان عيوب اوبن فطلعت تمن دجاج ولحم هاي مين من البرتشامبر ما سنترال هاي طلعت كلها من سنترال بحيث كل هذا وين داخل حتى واصل الروت المشكلة الغلط اللي احنا نوقع به كدندس ان عقبه مفتوح مو ما هو باول اكله ما رجع بيته باول اكله سد التوث هنقول لي شلون سد اكل مش حياكل مو دجاج تمن خبز سمون ما من يلوج شو يصير عجينه وين يدخل دفع البكتيريا شغله من وضع اكل البكتيريا اذا انت ليش حياكل أول أكل سنة وذات بنفس يعني الفائدة مع العمر مفتوح أصلاً ما تشتغل بعد دكتور هو شلون اخترع هذا البرنسبل أصلاً يعني ما عرفتين البرنسبل عرفت لحظ من العجز أنا مو يخلص بنت شيء تعرف مفتوح روح ما يعرف الكونسيكونسز السوء بعد لأنه هذا هو المشكلة بالنوتيشن والدنتست ما نهتمي الكالوث خلوه طب ما يعني لو هو مهتمي بالتوث شاب أكبر أوكي فنبر أبعلي التوث أو ياهو اللي يحكي لك يقول لك عفو مفتوح قل له إيه أنت صح لبسه لا تناقش لأنه حتلقوا الناس في مراكز صحية ومراكز تخصصية مع الأسف هاي النقطة متأصلة عندهم يعني لو تناقش من السبت للحد يقول لك لا عفو مفتوح وصار لي 30 سنة يا بهاي إن شاء الله غلط والله بالكتب أنه ما في شيء هو ما هيك ترى فاللي عليك اللي يمشي على الصح ولا تتناقش ويا غيرك لأنه ما حد ما توصل نتيجة وياي زين ورانا يعني فتحنا التوث وطلعنا هاي النقطة ما تستخدم صوديوم هايبوكلورايد واي هاي زيادة اللي يطلع بيها بس ولما كبرت الابيكال فارم ما تستخدم
وصلني الله يبارك فيك قاعدة قاعدة البصل يطلع حامضي مش حيصير حيصير بأنه البصل يطلع يصير كتل كراكية مثل الجمل داخل القناة حسيت لك القناة أنت هنا بيجي حالة شو تحتاج لأنه ده يطلع بصل داخل القناة شو تريد تريد تغسلها ليش نستخدم إحنا الغسالة نستخدم النورمال سلايد ويا هاي هاي زيادة تخلي لأنه تغسل القناة من البصل اللي موجود هنا ما تريد تقتل البكتيريا بقدر ما تغسل البصل اللي موجود فتستخدم هاي زيادة زيادة الأولى مال فتحت القناة تستخدم نورمال سلايد أوكي just for washing ورا ما سويت الواشنج ذاك الوقت نستخدم الـ يعني طلعنا القص وهذا هو المهم. أنا أسألكم سؤال زين شو تسوي أول مرة؟ تسوي الانسجن أول مرة أو الأكسس أوبنينج أول مرة؟ الأكسس أوبنينج احتمال يطلع من ال شو اسمه مباشرة. أنت لازم تسوي اثنين. هو اثنيناتهم اوكي بس انا اسوي هذا اول شفت البيشنت عند جاسم وبنفس الوقت اخذت اكسل لقيت بريكلي اوكي فلازم تفتح لنا اثنينات سؤالي يا هو تفتح قبل الوقت سؤالي قلتو الاخطر او الانسان سيتم نفس البيشنت ايه هو عنده جدي مرمى يعني سوف تشوف كله بالاورتال لانه حيتمضمض وحي شو اسمه هذا ورا ما انت سويتي السجن مفتوح وفوقه امرجا وين هاي كل الوساخة تروح ترجع تدخل تروح لها السجن طبعا يجوز تفوت اوكي فهي من المستيكس اللي بتصير عند الاطباء لانه يسوي هاي النقطة بتاعي لانه احنا السجن لازم يبقى مفتوح طبعا فاحنا شو نسوي له؟ نحط له درين عبارة عن تيوب بلاستيك نخيط وياها من خيط واحد ويا الجرح داخل الجرح مو ليس لأن تي بس عفتي للسجن خاصة إذا كان بالفستيبيول بس هي تبوك بعد ما يطلع القص فشو نسوي؟ نحط وياه درين أو يبقى مفتوح هيكذا مفتوح من يبقى مفتوح شكو اشتغلت بالتوت وين ينزل؟ يرجع ينزل في داخل هذا السجن المدخول حيسوي بدل مكان هو اصلا في انفكشن حيسوي انفكشن بالزايد لان حتصير في دبريز اللي طالع من التوت فالافضل لانه انت تسوين التوت كاملة تحطي له تي اف وخلص الهاب يلا تجي للسجن تسوي السجن لان ورا راس البيشت يروح ولا الدرين متخيطين ايش تروح؟ اوكي؟ فهذا الغلط اللي تسووه ابدا اوكي؟
الامرجنسي دكتور من سوينا انسجن yeah. اوكي وطلع للباص وخلاص هاي الخما عفر هاي يعني اسوي له سوتشرنج و لو عفوا مفتوح لو شنو 24 ساعه زين هاي ظل مفتوح يعني وقلت له اي خليت الـ اوكي درين زين هاي لازم لانه السوفت تشو مو مثل التوث اوكي لانه هذا وين متصل السوفت تشو بس هاي بلد فيها تلعب لها كأنه كأنه يعني كأنه صار هو يلقى الكابتي أوكي زين لكن التوث بالداخل دنتين و مفصول نهائيا عن الأورال كابتي أوكي فهي تختلف عنها تمام لازم يبقى 24 ساعة مفتوح للدرين فطبعا هو الدرين ما حيخلي شيء يدخل ليش لأنه هو دائما نقفة شيء ده يطلع فتاعي تخيل الباب مفتوحة من مفتوحة نازلة تطلع منها أكو واحد يقدر يدخل ورا ما يوقف ورا ما يوقف ما يوقف لأن حتى إن وقف الباص السيرم حيبقى السيرم مال البلد حيبقى يطلع فنهائيا ما يبقى يعني يبقى ون دايركت ثاني يوم أسوي له سوتشرينج ثاني يوم أشيل الدرين أسوي سوتشرينج لأنه انتهى الباص بعد ما أوكي صباح الخير